ويحب للخير الواصل على يديه، والخير الذي وصلنا على يديه صلى الله عليه وسلم أعظم خير قط. عرفنا به الله، عرفنا به ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبما يليق له جل وعلا وما يتنزه عنه مما لا ينبغي أن يوصف به سبحانه وتعالى. به صلى الله عليه وسلم عرفنا ربنا، به صلى الله عليه وسلم عرفنا ديننا. ولولا دين الإسلام لكان الناس كالحمر، لكان الناس كالحيوانات تتسافد في الشوارع وفي الطرقات. لولا دين الإسلام العظيم ما روعي شرف، لولا دين الإسلام العظيم ما حفظ على مالك مال، لولا دين الإسلام العظيم ما عرفت أنساب ولا حفظت أحساب، لولا دين الإسلام العظيم لكان المرء بقوته لا يراعي ربه ولا يعرف آخرة ولا يرقب في أحد إلا ولا ذمة. ودين الإسلام العظيم عرف الناس ما ينبغي عليهم وما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب أن يجتنبوه. بدين الإسلام العظيم كان للشرف قدره، وكان للشرف منزلته، وكان للعرض مقامه. لولا دين الإسلام، وتأمل في الأمم المتحللة من الدين تجد هذا الأمر قائما كالحيوانات، بل إن الحيوانات إنما تتسافد من أجل حفظ النوع، وأما هؤلاء فجعلوا ذلك غاية وغرضا وجعلوه محور الحياة تدور حوله الحياة. لولا دين الإسلام لكان الذي يتمسك بدين الإسلام كأولئك حذو النعل بالنعل، ولكن حفظ الله رب العالمين على المسلمين أعراضهم، وحفظ عليهم دماءهم، وحفظ عليهم شرفهم، وحفظ عليهم ديارهم ودماءهم. بدين الإسلام العظيم حفظ هذا كله، وكل ذلك جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.